السلام عليكم ورحمة الله. 27 عاما من عمر الوحدة اليمنية تعرضت فيها هذه تجربة الحلم إلى كثير من المنعطفات والضربات القاسمة، بدءا من ظروف تشكلها غير الناضجة ومرورا بأداء النخب السياسية الحاكمة وصولا إلى إجهاض مضامينها في حرب 94. لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، إنما ضاعف نظام المخلوع في توسيع الفجوة وتكريس مبدأ الاستحواذ والفساد والمركزية، متجاهلا المظالم والمطالب الشعبية في الشمال والجنوب على حد سواء. إثر ذلك تخلقت حركات مطلبية سياسية سلمية، بدأت بالحراك الجنوبي في العام 2007 وانتهت إلى الثورة الشبابية الشعبية السلمية عام 2011 التي انطلقت في مختلف محافظات البلاد، ومثلت المنعطف الأهم في تاريخ العمل السياسي في اليمن الذي توج بمؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته التي شملت حلولا ومعالجات لكل القضايا الشائكة والعالقة في البلاد، غير أن المستجدات على الأرض من انفلات ميليشيا منذ انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع على الدولة إلى الحرب وتدخل التحالف العربي، كل ذلك أحدث واقعا سياسيا جديدا ألقى بظلاله على المشهد برمته. كيف أثرت هذه المستجدات على المشهد في الجنوب وعلى المزاج العام تجاه الوحدة اليمنية؟ وهل يتحمل اليمنيون مسؤوليات أخطاء النخب السياسية؟ وما هي خيارات الحل السياسي في ظل تأكيد المرجعيات والمواقف الإقليمية والدولية على وحدة اليمن وسلامة أراضيه؟ قبل البدء اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا من شيفيلد في بريطانيا رئيس مركز شمسان للدراسات الدكتور عيدروس النقيب، ومن نيويورك عبر السكايب المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، ومن الرياض نائب وزير مستشار وزير الإعلام فيصل العواضي، ومن حضرموت المحلل السياسي عوض كشميم. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة عبر السكايب من نيويورك مع المحلل السياسي إبراهيم قعطبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور وأهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم. في البداية 27 عام منذ انطلاق أو الوحدة اليمنية، كيف تقيم هذه التجربة؟ أين أخفقت وأين نجحت؟ أنا في اعتقادي أولا نبارك للشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة، رغم كل المحن والمآسي التي رافقت هذه الوحدة المباركة. هناك طبعا كثير من الأخطاء التي صاحبت الوحدة، كحرب 1993، وأيضا كثير من الاستحواذ الذي تم من قبل النخبة في شمال الشمال والتي أقصد كل اليمنيين وعلى رأسهم الإخوة في المحافظات الجنوبية، وأيضا كل ما لم يعني يكن من القبيلة ومن الحاشية ومن العائلة من النخبة الذي تحسب على شمال الشمال. لكن هناك الأخطاء كانت جسيمة، ولكن الأخطاء كانت من قبل النخبة السياسية. اليوم يحملون هنا وهناك، يحولون الوحدة السامية التي هي أصلا أساسا لبناء المجتمعات، أساسا للنهوض، أساسا للنهوض الاقتصادي والديمقراطي وغير ذلك. لكن هناك أخطاء، إذا حاولنا أن نحمل أخطاء أي عملية سياسية سواء كانت الوحدة والعملية الفيدرالية أو أي عملية أخرى لبناء نظام سياسي قوي، سنحمله جميع الأخطاء. لكن يجب، الصحيح الآن هو أن نستفيد من تلك الأخطاء، هو أن نصوب تلك الأخطاء نحو يعني اتجاه سلمي صحيح، بحيث تنهض البلاد وتخرج يعني من الحروب التي هي قارقة بها. إذا ظلينا نحمل المسؤولية الوحدة ولا نحملها المجرمين ومن حاولوا اعتزال أو اختزال هذه الوحدة في أسر أو في مناطقية أو في يعني نهب ثروات البلاد، سنظل في نفس الدوامة وسندخل في حروب يعني كل 10 أعوام وحروب لا منتهية، سواء كانت في مناطق متعددة شمالا جنوبا أو غير ذلك. لكن نحن الآن في منعطف مهم جدا لتصحيح كل أخطاء الماضي. من يتحمل؟ إذا أردنا اللحاق بالبلاد. نعم أستاذ إبراهيم، من يتحمل انحراف الوحدة عن مضامينها التي جاءت من أجلها؟ إذا ربما فقدنا الاتصال بالأخ إبراهيم. إذا نشرك معنا في الحديث من شيفيلد في بريطانيا الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات. مساء الخير دكتور. أهلا، مساء النور، يا مرحبا.
مرحبا بك دكتور. 27 عام من الوحدة اليمنية، هل تعرف الجنوبيون على من أفشل الوحدة ومن أوصل البلاد إلى هذا الحال؟ شكرا جزيلا وتحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الأفاضل. الحقيقة أن يعني الحديث عن ما نسميه الوحدة اليمنية هو حديث ذو شجون ويطول التشعب فيه، لكن الحقيقة يعني عمر المشروع الوحدوي الذي حاول اليمنيون إقامته في 1990 هو لم يدم إلا 3 سنوات، كانت 4 سنوات لنقل، كانت مملوءة بالتوتر والقلق والاضطرابات الأمنية والتراجع والانتكاس، إلى أن وصلت 1994 التي حصل ما حصل. وما بعثت 94 لا يمكن أن نسميه وحدة، لأنه ببساطة كان تحول من وحدة اتفاق بين طرفين متكافئين إلى اغتصاب واحتلال الأرض وتدمير الدولة والسطو على كل مقدرات البلاد. نعم. فيعني السؤال الذي هو من المسؤول عن فشل المشروع الوحدوي؟ الحقيقة هناك أسباب موضوعية وأسباب ذاتية. الأسباب الموضوعية هي تتمثل في عدم التكافؤ في كل شيء بين الشطرين، بين الدولتين. دولة دخلت بمؤسسية ونظام وقانون ولا يعني وحياة مدنية إلى حد ما شملت الأرياف والمدن، ودولة كانت كل ما تمتلك هو جيش جبار وقوي وفتاك ولا تمتلك أي حياة مدنية ومقومات المواطنة المتساوية. لكن الأسباب الذاتية وهي الأبعد وهي الأخطر، أنه دخل اليمنيون المشروع الوحدوي بنيتين متخالفتين متباينتين. نعم. دخل الجنوب، وأنا أقولها بأمانة لأني قابلت الرئيس علي سالم البيض قبيل الوحدة بأيام وتناقشنا، يعني كانت النية السائدة في التاريخ الجنوبي أن الوحدة هي مشروع كرامة وديمقراطية وحرية وعدالة ومواطنة متساوية، على الأقل كجنائن وكبذور، يعني كبذور لهذا المشروع الحالم الجميل. نعم. بينما دخل الطرف الآخر وهو يخطط للسطو والنهب، لأن هناك أرض بكر وثروات وسكان قليلون وأراضي شاسعة واسعة وخيرات مترامية في الأطراف، يعني دخل الطرف الآخر وهو يخطط للإثراء والسلب والنهب، وهذا ما حصل بالضبط. يعني بدليل أنه خرج علي سالم البيض من المشروع الوحدوي بين لحظه. نعم. طيب دكتور، وخرج خليني اكمل الجمله، وخرج علي عبد الله صالح من الوحده ب 73 مليار، هذا ما كشف فقط، اما ما لم يكشف فهو ربما اعظم. نعم. طيب دكتور، انت الان يعني تحمل انه الطرف الاخر، وتقصد به من الرئيس المخلوع ونظامه، ام تحمل شعب الشعب اليمني بشكل عام؟ لا لا لا، لا يمكن للشعب اليمني في الجنوب ولا الشعب اليمني في الشمال مذنب فيما جرى، إلا من جرى تطويعهم أو غشهم واستدراجهم إلى خوض الحرب ضد الجنوب. لكن الشعب اليمني في الشمال هو يعاني من المظالم ما يعاني الجنوب، لكن أنا أقصد بالطرف الآخر هو دولة صنعاء. أنت لاحظ يا أخي أنه بعد 94 جرى تعديل الدستور وصار دستور الشمال هو السائد، وطبعا نعم. العاصمة اللي اتفق عليها عاصمة الشمال، والعملة هي عملة الشمال، والشعارات والثقافة والتقاليد كان ذلك ضمن الاتفاقية التي أتى إليها نظام الحزب الاشتراكي في الجنوب، وتم حتى نتجاوز هذه النقطة. دكتور عيدروس ننتقل إلى ما بعد ذلك. لماذا البعض يعني أو في الجنوب يحملون الوحدة كل هذه المشاكل وكل هذه الأخطاء ولا يحملون من تسبب بها، ويقولون يعني أو ينظرون للوحدة بأنها قيمة سامية، ولكن من أجهض الوحدة وهذا المشروع الحلم الذي حلم به كل اليمنيين في الجنوب قبل الشمال هو الرئيس المخلوع لعبد الله صالح ونظامه؟ شوف، يعني أولا علينا أن ننظر إلى مستويين من الوعي، الوعي السياسي والأكاديمي يعني المتخصص الذي يدرك مواطن الأمور، ولا يحمل لا الشمال ولا الوحدة نفسها ما جرى منه، لكن أصحاب الوعي العفوي أو السطحي أو اليومي هؤلاء ينظرون يقول لك الوحدة جابت ذا المصائب،
الوحدة كشعار وكهدف لبين ليست بالغزة، لكن الذين أداروا مشروع الوحدة هم الذين تسببوا في فشل هذا المشروع الحلم الجميل. وعلي عبد الله صالح كما كنت دقيقين عنده شركاء للأسف الشديد ما يزالون اليوم في صف الشرعية، لم ينبس أحد منهم ببنت شفل يقول آسفين أيها الجنوب أخطأنا في حقوقكم، تعالوا نعيد لكم حقوقكم ونتعايش في دولة واحدة. حتى اليوم المتنفذين الذين يقفون في صف الرئيس، ألا تعتقد بأن مؤتمر الحوار الوطني دكتور عيدروس، مؤتمر الحوار الوطني جاء للإجابة على كل هذه التساؤلات ولرد كل المظالم واتفق اليمنيون على ذلك، إذن لماذا لا تكون مخريات الحوار الوطني هي الحل من أجل استمرار اليمن بما رآه مؤتمر الحوار الوطني بالدولة الفيدرالية التي خرجت بالأقاليم في مؤتمر الحوار الوطني واتفق عليها كل اليمنيين؟ يعني مؤتمر الحوار الوطني الحقيقة صف واسع من الجنوبيين راهن على مؤتمر الحوار الوطني وأنا أحدهم. نعم. لكن كان الرهان أنه أقل سقف يمكن أن يقبل به الجنوبيون هو دولة اتحادية بأقليمين، فجرى الاحتيال لأن ذعر الانفصال ما يزال يسيطر على الطبقة السياسية الشمالية، فجرى الاحتيال على هذا المطلب الجماهيري من خلال حكاية ست الأقاليم وتقسيم الجنوب. الجنوب لم ينتفض ضد نظام علي عبد الله صالح لأنه يريد أن ينقسم إلى إقليمين، الجنوب انتفض لأنه يريد يستعيد دولته، وقلت أنا مرارا كثيرة أن سيبذل الداعين إلى الفيدرالية الثنائية سيبذلون جهودا خارقة من أجل إقناع الجنوبيين بالقبول بدولة ذات إقليمين. انتفض اليمنيون جميعا دكتور عبد عيدروس، البداية كانت ربما في الحراك الجنوبي عام 2007، لكن الحراك السياسي والتغير الحقيقي هو كان عام 2011 عندما نزل اليمنيون بمختلف أطيافهم في الساحات وخلعوا نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وعلى ضوء جاء المستجد الجديد في الساحة وجاء مؤتمر الحوار الوطني إلى أن جاء الحوثيين وانقلبوا على الدولة وجاء واقع سياسي جديد. شوف شكرا جزيلا لأحلامك الجميلة أنت وكثير من المثقفين في الشمال في اليمن الشمالي. القصة يا سيدي أن هناك ثقافتان تسيطران على جنوب اليمن وشمال اليمن. نعم. جنوب اليمن يطمح إلى دولة مدنية، شمال اليمن تسيطر الطبقة السياسية بالاحتيال والخداع. أنت لاحظ معي لم يحصل اتفاق في اليمن، لم يتم الانقلاب عليه بالخداع والحيلة منذ اتفاقيات حرب والطائف وانتهاء بوثيقة العهد والاتفاق ثم اتفاق السلم والشراكة ثم أو ما قبلها مؤتمر الحوار الوطني. هناك طبقة سياسية تحاور لتناور وليس ولا تحاور للبحث طيب. عن مخرجات تخدم المستقبل. طيب يعني دكتور اسمح لي أن أشارك. ما جرى في مؤتمر الحوار الوطني؟ لماذا فشل مؤتمر الحوار الوطني؟ فشل مؤتمر الحوار الوطني لأنه لم يكن يعبر عن الطبقة السياسية المتنفذة، وأنا متأكد لو لم ينقلب علي عبد الله صالح والحوثي على مخرجات الحوار لانقلب آخرون. نعم طيب دكتور أسمع وجهة نظر الأستاذ إبراهيم قعطبي عبر السكايب من نيويورك. أستاذ إبراهيم إن كنت تسمع حديث الدكتور عيدروس النقيب بأن المشكلة ربما ليست في مخرجات الحوار الوطني لكن أيضا بمن كانوا متواجدين في مؤتمر الحوار الوطني، ولو لم ينقلب الحوثيين والرئيس المخلوع كانت هناك قوى سياسية ستنقلب أيضا على مخرجات الحوار الوطني، ما رأيك؟ أنا في اعتقادي هذا ليس بالصحيح وإنما هذا تهرب من الواقع والحقيقة ومن بناء الدولة. مشكلتنا الآن يجد لدينا فصيلين، كل واحد يبحث لصناعة دولته وهو الفصيل الانقلابي الذي حصل في الشمال وأيضا ما يحدث في الجنوب، كلها مصالح شخصية، لا أحد منهم يوجد لديه مشروع بناء دولة، فلذلك كل واحد يتقنى باسم الهوية وباسم الشعبين مختلفين. والأخ مع احترامي الشديد الأخ عيدروس إلا أنه يحاول إبراز ما حدث في الجنوب والنظام الذي كان سائدا في الجنوب كأنه نظام يعني ديمقراطي متكامل أسوة بالأنظمة المتقدمة في أوروبا، وللأسف الشديد أكبر مجازر ارتكبت في حق الشعب اليمني في الجنوب هي كانت أحداث يناير في 1986، فلذلك لا يستطيع أحد أن يحمل فقط جهة واحدة كل تلك الجرائم، ونحن نعرف أنه كانت تحصل الاغتيالات، وأيضا تم تحويل الجنوب من بيئة قبلية يعني متباينة ولديها
تنوع إلى يعني النظام الماركسي الشيوعي، فلا نستطيع أن نقول أن هناك كان نظاما ديمقراطيا ونظاما يسابق العصر في الجنوب، كانت نخب، هناك كانت محاولات. الدكتور يقول بأن ربما النظام السياسي وأيضا النظام السياسي في الجنوب كان مدنيا بعكس ما هو في الشمال. أستاذ إبراهيم يختلف تماما كما قال الدكتور أيدروس. أنا أعتقد أنه كان هناك نظاما مدنيا، لكن ما كانت نفسها هي العقليات التي تود إمساك السلاح والوصول إلى السلطة بالقوة، وكما ذكرت أحداث يناير وغيرها من الأحداث والاغتيالات التي كانت تحصل في المناطق الجنوبية، لكنه كان نظاما يعني ديمقراطيا إلى حد ما بعكس ما كان يحدث في الجنوب، وهو تسلط في الشمال أقصد، وهو تسلط القبيلة والهضبة على مصادر الدخل والسلطة والنظام وما إلى ذلك. لكن الآن بدل الحديث عن الماضي يجب أن نتحدث عن المستقبل. إذا حاول البعض تشتير الوطن إلى دويلات صغيرة أو إلى هنا شمال الشمال وإلى أقصى الجنوب، فأنا في اعتقادي حتى لن يستطيع أي منا لا شمالا ولا جنوب بناء أي دولة مستقرة، لأنه في حالة بنى أحد الشطرين دولة أو نوعا من النظام سيحاول الانقضاض نحو الآخر، وهذا شيء حصل ومجرب وتاريخيا يعني. فلذلك لماذا لا نفكر بتفكير بعيد الأمد نحو السلام المستدام، نحو بناء يمن اقتصادي قوي، نحو فدرلة النظام. العالم يبحث على نظام محلي بحيث أنه أبناء المديرية والمنطقة والمحافظة هم من ينتخبون من يمثلهم، وهم من يحاسبونهم، وهم من يبنوا نظامهم الاقتصادي، ومن يمثلونهم في كل في مختلف السلطات. فلذلك إذا ظلينا نبحث عن الأسباب والمسببات هنا وهناك، سنجد كل الكثير من العذار والمشاكل شمالا وجنوبا، ولذلك هذا يعيدنا إلى الخلف ونحو العصور الوسطى وما قبل ذلك. لذلك يجب أن نفكر كيف أن نبني يعني بنية أساسية للدولة مدنية فدرالية ديمقراطية لكل اليمنيين، سواء كانوا في حضرموت أو في المهرة أو في صعدة أو غيرهم، بحيث أن نحافظ على الأرض الواحدة، نحافظ على مصادر الدخل، نحافظ على أن يبني الإنسان أن يعيش في سلام حتى يعني. إذا استمرينا في تقسيم هذا الشطر أو ذاك، من الذي سيمنع من تكرار ذلك أو تلك الحروب في العشر سنوات القادمة؟ نعم. لم يكن هناك نظام يحافظ على. طيب أستاذ إبراهيم اسمح لي. نعم اسمح لي، وأيضا الدكتور أيدروس، قبل أن أعود للدكتور أيدروس نذهب لمتابعة هذه التصريحات عن وجهة النظر حول 27 عام من عمر الوحدة اليمنية، ومن ثم نكمل إلى النقاش، ابقوا معنا. ما شاب هذه الوحدة هي المركزية المفرطة، ما شاب هذه الوحدة هي الإقصاءات والتهميش. أما أبناء الشمال والجنوب فهم من حققوا الوحدة ويطالبون بالوحدة، ولا حل لنا لتثبيت وترسيخ هذه الوحدة إلا أن نسعى وراء القيادة السياسية لتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. الذي شوه الوحدة بلا شك هو النظام السابق الذي عمد على تهميش أبناء المحافظات الجنوبية ومصادرة حقوقهم، ومارس دور المستبد الظالم الذي لا يرى إلا الحاشية أو العائلة أو القبيلة، وبالتالي كل هذا الذي يحصل في المحافظات الجنوبية من سخط شعبي تصاعد خلال الفترة الماضية نتيجته تراكمات العهد البائد المتمثل بنظام علي عبد الله صالح. أما بالنسبة للحل لما هو موجود اليوم في المحافظات الجنوبية وللحفاظ على الوحدة اليمنية، أعتقد أنه هو ما أفرزته مخرجات الحوار الوطني. أتت الوحدة لتحرر الشعب اليمني من الظلم والفساد سواء في الجنوب أو في الشمال، ولكن المفاجأة كانت من النظام الحاكم سابقا أنه ظلم الناس وانتشر الفساد لمصلحته الخاصة وفتح السجون. ولكن نقول للشعب إن الوحدة ليست بيد فرد وإنها بيد شعب. انتزعت الأرواح من الشعب اليمني بسبب من أجل تثبيت هذه الوحدة، ولكن شاب هذه الوحدة رجل تفرد وأراد أن يجعل اليمن ملكه وملك أسرته، فهو سبب من جعل الشعب اليمني يتنازع بينه من أجل الشخصية ذاتها، وهو المخلوع علي عبد الله صالح.
حياكم الله مشاهدي الكرام. إذا تابعنا هذه التصريحات، وربما الجميع يحمل المسؤولية هو الرئيس المخلوع والنظام السابق الذي أوصل البلد إلى هذه النقطة. عودة إلى الدكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، ألا تعتقد بأن الانفصال ليس حلا، لا سيما وأن الجميع ينادي بوحدة اليمن إقليميا ودوليا ويؤكد على هذه النقطة؟ تحياتي مرة أخرى. الحقيقة أن يعني ثنائية الوحدة والانفصال هي ثنائية معقدة التكوين والتركيب. نعم. يعني أنا أتفهم حتى كثير من البسطاء هؤلاء الذي أجري اللقاء معهم، واحد قال أن الوحدة غامت من أجل كرامة الإنسان وعزته وما في معنى ذلك. نعم. الحقيقة عندما قلت أنا أن الجنوب دخل بنوايا الديمقراطية والحرية والعدالة، لم أقل أن الجنوب كان دولة مثالية، يعني يطول الحديث عن التباينات بين النظامين، لكن النظام في الجنوب دخل صادقا ومخلصا، سلم الأرض والعاصمة والثروة وكل شيء للحاكم الطاغية وشركائه الذين انقلبوا في 94، وكانت البلاد ممكن أن تستبر وممكن أن يكونوا أثرياء وأغنياء بدون ما حاجة إلى الحرب. لكن النزعة التسلطية والحربية لدى علي عبد الله صالح وشركائه هي ما دمر المشروع الوحدوي. نعم دكتور، نتجاوز هذه النقطة حتى إلى النقطة الحالية، إلى سؤالي الآن. الجميع يقول بأن الانفصال ليس حلا، وأيضا الوحدة بصورتها القديمة ليس حلا، وما أنتجه مؤتمر الحوار الوطني بدعم إقليمي ودولي هو الحل المناسب الذي يراه الجميع إقليميا ودوليا من أجل يعني إيجاد دولة قوية آمنة مستقرة في اليمن. يعني هي مشكلة المشروع الوحدوي الهاشم في اليمن أنه جاء نتيجة لمشروع نخبوي، كما يقول الدكتور ياسين سعيد نعمان، يعني اقدمت عليه الطبقه السياسيه الحاكمه دون العوده الى الشعب. الشعب في الجنوب كان حالما بالوحده بطريقه او سويه غير سياسي وغير مؤصل نظريا. نعم. في الشمال كانت قطاعات واسعه من الشعب رافضه الوحده، وكلكم تعرفوا المليونيه التي خرجت في صنعاء ترفض الدستور وتطالب بالماده الثالثه التي كان الناس قد اتفقوا عليها، وكان كل ذلك هو ذعر من مشروع الوحده. الوحده ستلقي قبيله والوحده ستؤسس لمشروع الدوله. اليوم علينا ان نعود الى الشعب، علينا ان نلغي النخبويه ونعود الى الجماهير لتقول رايها. فاذا اقرت الجماهير في الجنوب البقاء في المشروع الوحدوي يجب ان تحترم ارادتها، واذا ما اقرت ان تخرج من هذا الورطه وتذهب في طريق اخر، انا اعتقد انه يعني التلويح بانه سنظل نتحارب هو اشبه بالتهديد كالذي يقول يا تقبلوا معنا ان نتوحد يا نقاتلكم الى ان ندمركم. الاغلبيه أو طيب دكتور، الا ترى دكتور عيدروس، الا ترى بان هذه الجزئيه سابقه لاوانها، لا سيما واليمنيون الان لا زالوا في معركه استعاده الدوله؟ استعادة الدولة لمن؟ استعادة الدولة لمن؟ من لليمن الاتحادي، للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي المدعوم إقليميا ودوليا، ومن ثم بعد ذلك الدستور يتم الاستفتاء عليه ويعود الحق للشعب وهو من يقرر. شوف، الجنوبيون ينظرون إلى صراع الشرعية والانقلاب على أنه يعني صراع جزئي وليس صراع أساسي، لأن الذين اشتركوا في 94 في الحرب على الجنوب هم يتقاتلون اليوم. شركاء علي عبد الله صالح في 94 هم موجودين بالرياض ينتظرون هزيمته ليعيدوا يستولوا على ما جناه خلال ال 35 سنه، اما الجنوب فهو سيبقى خارج المعادله. هكذا تماما. اي جنوب تقصد؟ دكتور عيدروس، اي جنوب تقصد؟ ابناء الجنوب هناك طيف واسع مع الحكومه الشرعيه ويتكلم بصوره وصوت عالي بانهم مع الشرعيه. هؤلاء ايوه هم نفسهم اللي شاركوا شاركوا علي عبد الله صالح في حرب 94. حتى المواطنين يعني، حتى المواطنين من ابناء المحافظات الجنوبيه، يعني في واحد يتعاطف مع الدكتور عيدروس، واحد يتعاطف مع عبد ربه، واحد يتعاطف لانه من منطقته، لكن ببساطه شديده برجع الى الجماهير ونعمل استفتاء ونقول اي الجماهير تريدون الوحده ام تريدون الانفصال؟ وفي هذه الحاله علينا ان نحترم راي العامه من الناس ونكون الجميع ربما مسلم بهذه النقطة. دكتور عيدروس، ربما الجميع مسلم بهذه النقطة، ولكن متى الآن الناس يقاتلون من أجل استعادة الدولة؟
البعض يقول بأن يعني من هم في المحافظات الجنوبية أو في الحراك الجنوبي يطعنون الشرعية من الظهر ويتركونها في منتصف الطريق، وهي لازالت في المعركة التي لولا أن لم يقاتل اليمنيون جميعا لما وصل الحراك الجنوبي أيضا إلى هذه النقطة، وإلى رأس الدولة وإلى السلطات المحلية في المحافظات وإلى بيان جيش وأمن في هذه المحافظات. للأسف الشديد يا صديقي، أنصار الشرعية لم يقدموا ما يبرهنون به على أنهم صادقين مع الجنوب. يعني إذا كان المشاريع الخدمات الضئيلة التافهة كالماء والكهرباء والخدمات الإنترنت والخدمات الطبية والتعليمية تتهاوى وتسقط وتنشل، أو والسلطة الشرعية مشغولين بقضايا أخرى، كيف يستطيع المواطن الجنوبي أن يثق بأن هؤلاء سيحلوا مشاكله وسيعيدوا الأراضي المنهوبة وسيعوضوا الشهداء والقتلى والجرحى والذين أفرز مساكنهم والذين أبعدوا من أعمالهم؟ لا توجد ثقة في الجنوب، لا توجد ثقة في السلطة الشرعية، وربما ليس بسبب رئيس عبد الرب المنصور هذه، ولكن بالذين يشاركونه السلطة. وأيضا البعض يقول دكتور عيدروس، كلمة أخيرة فقط، البعض يقول أيضا حتى الحراك الجنوبي الآن من يريد أن يمثل الجنوب، هناك انقسامات كثيرة وواسعة و ما يقارب 27 فصيل في الحراك الجنوبي، أيضا هناك كثير من امتعض من المجلس الانتقالي الجديد، الجميع حتى في الحراك الجنوبي ليسوا على كلمة سواء. إذن الجنوبيون لمن يسلمون أمرهم؟ هل الشماليين على كلمة سواء؟ الشماليون لا زالوا في معركة مع الانقلابيين، إلى أن تنتهي المعركة ربما تتضح الصورة أكبر. دكتور عيدروس، كلمة أخيرة، كلمة أخيرة للتاريخ دكتور عيدروس، كلمة أخيرة منك دكتور عيدروس، كلمة أخيرة، كلمة أخيرة منك للتاريخ. دائما ما أسمع دائما ونتكلم الدكتور عيدروس النقيب من أصحاب الآراء المعتدلة والذي يرى بالعقل والمنطق ويحسب ما هو على الأرض وعلى الواقع وأيضا إقليميا ودوليا. البعض يقول الدكتور عيدروس مؤخرا تغيرت قناعاته تماما، ما سبب هذا التغيير وما هو الحل الأمثل برأيك في هذه اللحظة لليمن بشكل عام؟ الحل الأمثل هو العودة إلى جماهير الشعب وأخذ رأيها فيما تقرره للمستقبل، والابتعاد عن النخبوية والتسلطية التي تصادر الرأي وتفكر وتقرق نيابة عن الشعب. أشكرك، أشكرك جزيل الشكر دكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات، كنت معنا من بريطانيا، وأعود إلى نيويورك مع المحلل السياسي إبراهيم قاطبي. إبراهيم، عودنا لك، ربما سمعت ما تحدث به عيدروس النقيب، وجهات نظر ربما مختلفة تماما عما تطرح أنت. أنت إلى أي مدى ممكن تتفق مع ما طرحه أو تتعارض مع ما قاله؟ تفضل. أنا في اعتقادي من ظل غريقا في الماضي لا يستطيع النظر نحو المستقبل، وهذا ما يدور حوله الأخ عيدروس يعني، وهذا هي المشكلة الحقيقية في اليمن والنخبة السياسية اليمنية جميعها، يعني كلهم يبحثون على المحاصصات التي تهم القبيلة أو المنطقة أو الحلف أو الفصيل، ولذلك هي هذه المشكلة الحقيقية، مشكلة أزمة النخب في اليمن، وكل واحد يبحث عن مشروع يفصله على المنطقة أو على الفكر الذي يفكر به، وهذه هي المشكلة الحقيقية. لو تركنا الموضوع الآن لفرق فوضناك لسمحنا للحوثي ببناء إمامة ولسمحنا للسلطنات في الجنوب بالعودة، وهناك بن عفرار يحاول بناء سلطنة جديدة في المهرة وسقطرة، ولذلك يجب أن لا نسمح بهذه المشاريع الصغيرة أن تجلب الفوضى لليمنيين في جميع المحافظات على في الشمال والجنوب، ولذلك الشيء الضامن لليمنيين للعبور نحو المستقبل من أجل بناء دولة تحفظ كرامة اليمنيين بمختلف أطيافهم وأصنافهم ومناطقهم هو بناء نظام فدرالي لا مركزي لكل اليمنيين. طيب أستاذ إبراهيم، في سؤال، نعم كل منطقة يكون لها، نعم سؤال، ربما معظم من هم ينادون بالانفصال يتحدثون دائما، لماذا يصر أبناء المحافظة الشمالية على التمسك بالوحدة والدفاع عنها بشكل مستميت؟ أنا في اعتقادي لا يصر اليمنيون أو الأخوة من المحافظة الشمالية على الوحدة أو بشكل مستمر. الوحدة يجب أن نعرف أنه شيء مقدس وسامي ويتطلع نحو المستقبل، فلذلك هذه فكرة يجب أن نبني عليها. الشيء الثاني أن في وجهة نظري أن الوحدة انتهت، وأيضا
الانفصال انتهى، فلذلك لا يوجد هناك حاكم لليمن ككل ولا يوجد هناك حاكم للشطر على آخر، ولذلك المسألة الآن لم يعد هناك، حتى في وجهة نظري لم تعد هناك قضية في صعدة ولم يعد هناك قضية في الجنوب، ولذلك كل المسببات التي أتت بها الحروب السابقة قد انتهت في وجهة نظري. الآن يجب أن نفكر نحو المستقبل، إنهاء الانقلاب، يعني إنهاء أي أعمال ميليشياوية سواء كانت في الجنوب أو في الشمال، والنظر نحو المستقبل بحيث يكون هناك يعني بناء على يعني نبني على مخرجات الحوار الوطني نحو دولة لكل اليمنيين. إذا استمرينا في بناء الميليشيات هنا وهناك، إذا استمرينا في تخوين الآخر، إذا استمرينا في كل من لديه منطقة فليتحكم بها، هذه هي عيشة وسياسة الألقاب، ولذلك يجب الابتعاد عن ذلك بفكر بعيدا عن الانفعال، بعيدا عن يعني دجل تحريك المشاعر هنا وهناك، بحيث انه نظل في حروب ونظل في تقاسمات ويظل المرض يعني والجهل ينتشر في كل الوطن شماله وجنوبه. نشرك معنا استاذ ابراهيم في الحديث من المكلا من حضرموت المحلل السياسي عوض كشميم. مساء الخير استاذ عوض. النور. مرحبا بك استاذ عوض. اين تكمن المشكله واين هو الحل؟ هل في الانفصال، هل باستمرار الوحده، ام برؤيه جديده؟ انت وجهه نظرك. طبعا اشكركم على هذا البرنامج والاستضافه، واعتقد ان مشكله اليمنيين لن تحل الا بكثير من التنازلات بين مختلف القوى اليمنيه وخصوصا القوى التي شاركت في المؤتمر الحوار الوطني. نعم. أنا كمواطن عندما أشعر أن هناك دولة تعبر عن مصالحي أنا أنتمي لها. نعم. لكن حين أجد دولة لا تعبر عن مصالحي لن أهتم بها. العالم هكذا يتحرك، قانون العالم كذا يقول، وبالتالي مشاريع التفكيك سواء كان في الجنوب أو في الشمال هذه مشاريع تعبر عن نزعات ذاتية لقوى أو تكتلات تريد أن تكون هي الحاكمة في موقع السلطة. نعم. وبالتالي الصراع الموجود في اليمن هو صراع سلطة وثروة، هذا كلام الناس مش مختلفة عليه، لكن ما هو المشروع الذي يضم صاحب صعدة مع صاحب حضرموت؟ أنا ما عنديش مشكلة أن يكون الرئيس حتى من حوثيين، ولكنه رجال نزيه يحترم القانون، عادل، يقيم دولة مؤسسات المساواة. نعم. على قطيعة كاملة مع الفساد. أنا هذا يهمني أنا. نعم. أعطيكم مثال واحد، ليش الناس صوتت للفقيد فيصل بن شملان؟ لأنه رجل نزيه أصلا. نعم. مشكلتنا يا أخوان مع الفساد، هذا الفساد الكارثة الكبرى. الناس الآن تطالب بمشاريع أكبر من إمكانياتها ولا عندها شيء القدرة أن تحارب مشروع فساد داخل مؤسسة مواني عدن مثلا، ولا مواني المكلة، ولا مؤسسة الاتصالات. نعم. هذه مشاكلنا أن نحن نكون جنودا في خندق واحد لمواجهة الفساد. نعم. طيب. وبالتالي ستحت المشاكل. نعم. مشكلتنا كبيرة مع الفساد. نعم. نعم. أستاذ عوض، الكثير ممن ينادون بالانفصال يرون بأن بمجرد أن تنفصل الجنوب عن الشمال سيكون المستقبل أفضل، ستكون الحياة أجمل، ستعاد الحقوق لأصحابها، وستكون هناك حياة ديمقراطية مدنية. ما رأيك أنت؟ أنا أقول أنه لن تحت المشكلة الجنوب بمعزلا عن مشكلة الشمال. الحل الجزئي العالم لا ينظر للحل المشكلة الجزئية، لازم يكون الحل شامل. ومن ينظر للمستقبل بالنسبة هذه مجرد أوهام أو مجرد إدعاءات نحن سنكون كذا. الوضع الجنوب، ناس تفكر وضع الجنوب سيكون ما قبل عام 90، أيام نظام الحزب الاشتراكي الصارم، حزب العدالة والتنمية اللي كان في الجنوب، حزب الأمن والاستقرار. هذا صح يحصل لأنه في خلل كبير في منظومة القيم. نظام عفاش ترك إرث سيء جدا من تدمير الأخلاق، من القيم، من الفساد. الجنوب اليوم معبى بالميليشيات يا رفيقي، يسمعوني. نعم. العالم كله معبى بالميليشيات، لا يوجد جيش وطني، توجد ميليشيات في حضرموت، ميليشيات في الضالع، ميليشيات في عبيان، ما فيش ما نقدر نحمي حتى مينا عدن ولا نقدر نحمي مينا المكلا بسبب الميليشيات. نعم. صاحب القرار الاول اليوم هو من يدفع اموال للجيش، من يعطيهم المرتبات هو صاحب القرار. نعم. حكايه الاوهام القائمه في كيف سينعكس في لندن. نعم استاذ عوض، كيف سينعكس هذا على مستقبل اليمن؟ نعم. كيف سينعكس هذا على مستقبل اليمن؟ لن تحت المشروع الوطني، أنا أقول لن يتم حل مشكلة اليمن إلا عبر مشروع وطني تكون فيه توازن وتكافؤ في المصالح. نعم. عندما تكون هناك توازن مصالح، ما يصلح
أن آتي ثلاثة نفار في الموسم الحوار الوطني يمثلون حضرموت، هذه أكبر كارثة. نعم. يضحكون على أن هذول الأغلبية السكانية أنهم مجرد نخب اختاروا لي ثلاثة نفار، امرأة من مكلة وثلاثة مسيون، وقالوا يمثلوا حضرموت. لازم يكون تمثيل عادل ومحترم. أنا أنظر لك باحترام يا أخي العزيز، لما تكون أنا عندي تعز 3 مليون سكان فيها نخب، أعطي تعز مقدارها، وأعطي حضرموت مقدارها، وأعطي صالح مقدارها. نعم أستاذ عوض. نعم أستاذ عوض، المشكلة الآن كما تحدثت عنها يعني ربما هي متداخلة وبشكل كبير جدا، وكما تحدثت هناك ميليشيات وكل الجيش الذي الآن يتشكل ربما هو أيضا سيكون مشكلة في المستقبل. ألا تعتقد بأن الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني هي الكفيلة بالإجابة على كل الأسئلة وكل القضايا، وأيضا أن يعني أن تكون رؤية الحوار الوطني هي المرجعية الأساسية التي ستحفظ اليمن وحدته وأمنه واستقراره وأيضا ازدهاره والحقوق للجميع؟ أنا شخصيا مع الحوار مستمر لحل المشكلة، لكن يجب أن تفهم إنه الحوار ما قبل عام 2015 يختلف عن الوضع اليوم. المعطيات على الأرض اليوم فرضت وضع جديد. ما الذي اختلف؟ ها توازن القرار اختلف. نعم. وضع القرار القائم ما قبل 2015، ما قبل سقوط صنعاء وما بعد سقوط صنعاء اختلف الوضع. اليوم لازم نعود للحوار، ولكن بالممكنات، يعني الممكن المتفق عليه نمشي، ومواقع الاختلاف اللي برزت الآن بعد المعطيات الجديدة بعد 2015 نتحاور حولها. نعم. يعني مثلا يقول لك مثلا نظام الإقليمين، أنا في حضور وطني مثل ليش نظام الإقليمين، ما عنديش مشكلة أرجع من مركزية صنعاء لمركزية عدن. نعم. هم من نظام ست الأقاليم. نعم. هذا رأي مطروح في حضرموت. نقول طيب. لهم ليش تقولون الشيء ست أقاليم؟ نعم أستاذ عوض، أستاذ عوض، عدن وما حولها يشتوب لمين؟ مش هتكون عدن أصلا. نعم. نرجع مركزية جديدة. نعم. ننتقل مركزية صنعاء على مركزية عدن. ما يصلحش هذا. نعم. السؤال الأخير أودعك فيه أستاذ عوض، السؤال الأخير فقط لضيق الوقت إن سمحت لي. أستاذ عوض، سؤال أخير إن سمحت لي لضيق الوقت فقط، أين ترى الحل ومستقبل اليمن ومن يقرر ذلك برأيك؟ العدالة والمساواة ومحاربة الفساد. ما لو كانت دولة مركزية ما هيش مشكلة. العدالة والمساواة ومحاربة الفساد، هذا المشروع اللي يبتاض للناس عليه. أما حكاية أقاليم، يعني مشكلتنا مع الفساد يا أخي، حتى لو كنا 44 أقليم مشكلتنا كبيرة مع الفساد يا ناس. ما عندناش مشكلة مع الخليج ولا مع العالم، مشكلتنا مع الفساد. هل هناك ناس يقدروا يحلوا مشاكل الفساد يواجهونه؟ هذا المشكلة الكبيرة. مش مشكلة يا أخي، دولة مركزية في صنعاء شيء هم من أنا صح محظوظ لما تكون حقوقي ومحاكماتي وعدل متوازن. لما أنا وظف ابني في شركة النفط المسيرة زي ابن صاحب عدن. نعم. مش المشكلة. أشكرك. المشكلة كبيرة مع الفساد. أشكرك. المشاريع السياسية مشاريع نخب، وهذه مشاريع النخب عندنا تجارب منها تعطي نتائج عكسية وسلبية لأنها تعبر عن رأي نخب. نعم. المحلل السياسي عوض كشميم، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب لمتابعة هذه المادة المعلوماتية عدها الزميل وديع عطاء عن أبرز الانحرافات التي أحدثها نظام المخلوع في مسار الوحدة اليمنية، ومن ثم نكمل النقاش.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذه المحطات من خلال هذه المعلومات التي مرت بها الوحدة اليمنية. نشرك معنا في الحديث الآن من الرياض مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي. مساء الخير دكتور. مرحبا أخي الكريم، الصوت غير واضح عندي. مرحبا بك، تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. نعم دكتور، ربما الآن لا يخفى عليك الآن ما هو حاصل الآن. هناك في الجنوب من ينادون بفك الارتباط ويبحثون أيضا عن مجالس سياسية وتشكيل مجالس سياسية الحوثيين، والرئيس المخلوع لا زالوا في الشمال. إذا الدولة كيف يمكن لي أنا كيمني أن تضمن عودة الدولة بقوتها بمؤسساتها بخدماتها؟ طبعا كما قلت الحال ليس بخاص على أحد، وهناك ترتيبات إن شاء الله لعودة الحكومة بكامل قوامها إلى داخل الوطن، وتفعيل دور الدولة وخاصة في الجانب الخدمي بشكل كبير. وأيضا هناك أيضا يعني تقدم شامل في كل الجبهات خاصة هذه الأيام. نعم. لكن الحراك السياسي أيضا، الحكومة من جانبها يترحب بأي جهد سياسي يرتكز على المرجعيات الثلاث التي أصبحت أيضا محط إجماع دولي لأي حل سياسي قادم في اليمن. نعم. كيف يمكن للحكومة الشرعية دكتور فيصل، كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تبدد كل المخاوف للجنوبيين للشماليين لكل اليمنيين بأن هناك دولة الآن يعني تتثبت أركانها وأنها ستعيد للجميع الحقوق وستضمن مخريات الحوار الوطني للجميع؟ هناك تخوف كبير حتى الآن في الجنوب، البعض يقول لمن نسلم أمرنا، لمن ينصب نفس يعني أنفسهم على أوصياء على الجنوب. أيضا هناك فصائل يعني تختلف مع هذا المجلس الذي تم تشكيله، في الشمال نفس الحال، الخدمات لا توجد، ربما الصورة غائمة ومخيفة لليمنيين. مع التسليم بحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة الشرعية، لكن هناك جهد غير عادي يبذل في سبيل خلق طمأنة لدى الجميع. انعقد مؤتمر المانحين في الرياض، وقدمت الحكومة عدد من الرؤى والخطط والبرامج التي أخذها المانحون بشيء من الجدية، وإن شاء الله يعني ستبدأ نرى نتائجها قريبا على الأرض. أيضا زيارة دولة الأخ رئيس الوزراء إلى ألمانيا كانت فيها يعني في إطار البحث عن مزيد من الدعم لخطط وبرامج الحكومة، لأنه الحكومة تشتغل بدون إرادة. هناك استيلاء على ما يقارب 37 مليار شهريا إرادة ميناء الحديدة لوحدها، وهذا ما تسعى الحكومة الشرعية الآن لأنها تستعيد الميناء حتى يكون لها إيراداتها، لأنه لا نستطيع بناء وطن أو تحريك عجلة التنمية بالاعتماد على الجهد الخارجي. نعم. دون أشكرك. الحصول الحكومة أو دون حصول الحكومة على الإيرادات المتاحة للدولة. نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام على مشاركتك معنا. وعودة أخيرة إلى نيويورك عبر السكايب مع الأستاذ إبراهيم القعطبي. أستاذ إبراهيم، إذن رؤيتك أنت الآن للواجب على الحكومة للتحرك يعني لإعطاء المواطنين في اليمن رسائل بأن المستقبل سيكون أفضل في ظل الدولة الاتحادية الجديدة وعبر مخرجات الحوار الوطني الذي يدعمه الجميع إقليميا ودوليا ويتبنى بالتأكيد الرئيس عبد ربه منصور هادي. أنا في اعتقادي أن الحكومة اليمنية الشرعية لديها خيار أخير وخيار واحد، وهو بالتنسيق مع دول التحالف العربي بالعودة إلى عدن وإدخال قوة نظامية مشتركة قد ربما من الأخوة العرب وغيرهم من أجل تأمين أولا العاصمة، وحتى العاصمة عدن أقصد، وحتى أن تكون تلك العاصمة يعني تحت سيطرة الحكومة الشرعية بالكامل كما يحدث الآن في المكلا، ومن ثم يعني العبور نحو بناء مشاريع تنموية للمناطق المحررة وإرساء داعم الأمن.
بغير ذلك ستصبح حكومة فاشلة وستنتهي تلك الشرعية وسندخل في سياسة الغاب وسيصبح في اليمن ممزق بين جماعات وبين ميليشيات شمالا وجنوبا. فلذلك أنا في اعتقادي ما حصل في الأسبوع الماضي والأسبوعين الماضيين في المناطق الجنوبية يجب أن يكون. نعم، إذا فقدنا الاتصال بي الأستاذ إبراهيم قعطري في آخر ثواني من البرنامج. شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم قعطري المحلل السياسي، كان معنا عبر السكايب من نيويورك. الشكر أيضا لرئيس مركز شمسان للدراسات الدكتور عيدروس النقيب، والشكر أيضا لمستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي، كما هو أيضا للمحلل السياسي الأستاذ عوض كشميم كان معنا من المقلة في حضرموت. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معدة حلقة الزميل وديع عطاء ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر وكافة الطاقم الفني. ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من بين قوسين حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.